سنتحدث في هذه الحلقة عن 10 علاجات منزلية التي يمكن أن تساعد وتقلل من أعراض الإنفلونزا. الشاي الأسود يساعد على تهدئة التهاب الحلق ويزيل الإحساس بالقشعريرة التي تنتج من الفيروسات. إضافة العسل كمضاد حيوي وبعض قطرات من الليمون كمصدر لفيتامين سي. فيتامين سي يساعد على تقليل مدة الزكام ويزيل الاحتقان. نحتاج إلى 500 ميلي جرام من فيتامين سي. هذه الكمية تعادل 4 أكواب من عصير البرتقال، كل كوب يحتوي على 125 ميلي جرام من فيتامين سي. ومن المصادر الأخرى لفيتامين سي الفراولة والطماطم والبروكلي. الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسكين التي تعمل على معالجة وتخفيف انسداد الأنف. كلام جدتك كان صحيح. وجد العلماء أن شربة مرقة الدجاج تحتوي على سيستين، وهو حمض أميني مشابه كيميائياً لدواء التهاب المجاري التنفسية، والمرقة المالحة يمكن أيضاً أن تخفف من المخاط، والبروتين أيضاً بالدجاج يساعدك بإنتاج أجسام مضادة في جسمك لمحاربة الالتهاب. كل من الثوم والزنجبيل يمكن أن يقدم كعلاج قوي وفعال للبرد والإنفلونزا. الثوم يساعد على تعزيز الجهاز المناعي لمحاربة الالتهاب، بينما الزنجبيل يساعد على التخفيف من الشعور بالغثيان والتعب. إضافة القليل من الزنجبيل والثوم إلى شوربة مرقة الدجاج يجعلها فعالة أكثر. هناك سبب أنك تشعر أفضل بعد أخذ دش ساخن، أو الجلوس أمام وعاء من الماء بالبخار مع منشفة ملفوفة فوق رأسك. يساعد البخار على انكماش الأغشية المخاطية بالأنف والحلق ويزيل المخاط، مما يساعد على تخفيف انسداد الأنف والاحتقان. الحبوب الكاملة مثل الشوفان تحتوي على السيلينيوم والزنك الذي يساعد على دعم جهاز المناعة ويقي من التهابات البرد والإنفلونزا. إضافة اللبن مع الشوفان يعد وجبة غنية بالبروبيوتيك التي قد تساعد على القضاء على الفيروسات واستقرار الجهاز التنفسي. يستخدم وعاء نيتي لتطهير جيوب الأنفية. قم بملء الوعاء بالمياه المالحة الدافئة، ثم أدر رأسك إلى جانب واحد وصب ببطء السائل من خلال فتحة الأنف الأولى، وستخرج لوحدها من الجهة الأخرى، وبهذه الطريقة ستسمح لكثير من المادة اللزجة بالخروج وبالتالي تنظيف الأنف.